كل الأحاديث يعني دارت حوالي أنه بعد توقف هذه الحرب إن شاء الله يكون قريبا، يعني هيكون في تغير كامل للمشهد السياسي، إن كان المشهد السياسي الإقليمي أو الغربي أو حتى يعني فكرة القوة نفسها هتتغير. شايف أنه المشهد هيكون عامل إزاي؟ إيه التغيرات الأبرز اللي هيشهدها او هتشهدها السياسه، مش هنتكلم حتى في الاقليميه لكن العالميه بشكل عام؟ ده سؤال مهم جدا. على المستوى الاقليمي اعتقد زي ما قلنا انه في صعود مهم جدا لروسيا في المنطقه، هيكون ليها دور كبير جدا فيما يحدث، وهيكون في يعني توازن كبير جدا الدول العربيه وخاصه الدوله المصريه ان تحرص ان يكون هذا التوازن موجود، لان هو بشكل كبير اضر بشكل كبير جدا بالامن القومي للمنطقه والامن القومي المصري ايضا. فاعتقد انه روسيا وظهورها في المشهد هيكون كبير، هيكون في تعاون عسكري اقتصادي امني على مستوى عالي. من وجهه نظري على المستوى الدولي ومستوى الامم المتحده ممكن وارد جدا ان يكون هناك في تحرك ضد اسرائيل وضد الولايات المتحده الامريكيه داخل الجمعيه العامه ومجلس الامن، ان يكون هناك في بعض القرارات او في ضغط سياسي دولي على الولايات المتحده الامريكيه ان تقلل شويه من فكره الدعم الاسرائيلي المطلق. يعني النهارده الولايات المتحده الامريكيه بتعتمد في فكرتها على حمايه مصالحها في المنطقه بفكره واحده بس، هي امن اسرائيل، على عكس الجانب الروسي. الجانب الروسي بيحتفظ بعلاقات جيده مع الدول العربية. زي ما قلت لحضرتك وجهة نظري الولايات المتحدة الأمريكية خاسر كبير يليه الاتحاد الأوروبي في سياساتهم، هتنعكس عليهم بشكل كبير جدا على المستوى الداخلي والمستوى الشعبي. لكن أعتقد أنه في من 120 ل 140 دولة ممكن تتحرك داخل مجلس الأمن والجمعية العامة في الفترة القادمة. طيب زي ما حضرتك ذكرت أن الولايات المتحدة الأمريكية هي خاسر من هذا الموقف، في موقف كده عايزين حضرتك تشرحه لنا اكتر، موقف الولايات المتحده الامريكيه من التعامل مع ايران اثناء حكم ترامب واثناء حكم بايدن. ترامب كان عنيف جدا وهو يتحدث مع ايران ولهجته كانت عنيفه بصرف النظر عن منشات تخصيب اليورانيوم، كان يتحدث عن ملف الحقوقي وحقوق الانسان ويدعم التظاهرات التي خرجت في ايران. على النقيض تماما بايدن يتعامل مع ايران وهناك حاله من الانفتاح في العلاقات مع. ده سؤال مهم جدا. احنا بنعاني من كارثه حقوقيه، بمعنى الادارات الامريكيه عندها اختلافات خطيرة جدا فيما يخص ملف حقوق الإنسان. وهنقول مثلا على سبيل المثال في مصر وقت دونالد ترامب كانت الأمور مع مصر بتمشي بشكل كويس جدا، لما مسك الديمقراطيين وبايدن مسك تحول 360 درجة، وهي دي مشكلة الكيل بالمكيالين، وانه في تباين في المواقف الحقوقية والمواقف السياسية بتؤدي بشكل او باخر ان يحصل مشكلة في هذا الملف. التحول الخطير والجذري في السياسة، يعني النهاردة دولة بتهاجم في ملف حقوق الإنسان فجأة تيجي إدارة تانية تتجنب هذا الأمر، وده طبعا أفقد ملف حقوق الإنسان مصداقيته بشكل كبير جدا.